السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، لقد فقدت الأمة الإسلامية والعربية رجلا من رجال العلم الأفذاذ، وفارسا من فرسان المنابر، وفارسا كذلك من فرسان اللغة العربية، وعلما من أعلام العلماء العاملين المخلصين المتواضعين. لقد فقدت الأمة الأستاذ الدكتور محمد المختار محمد المهدي، الرئيس العام للجمعيات الشرعية وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والمصاب جلل، والعلم عندما ينزع من الأرض بقى فيه خطورة، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: إن الله لا ينزع العلم من الأرض انتزاعا، ولكن ينزعه بقبض العلماء. النهاردة الكلام عن فضيلة الإمام الراحل أستاذنا شيخنا، يمكن أنا يعني من ضمن التلاميذ الصغار الضعاف اللي تتلمذوا على يديه، سواء بحكم عملي كمستشار قانوني ومدير الشؤون القانونية في الجمعية الشرعية، أو بحكم عمل الدعوة الدعوي في الجمعية الشرعية، ولكن الإمام كان شخصية نادرة، قلما تجد مثله، سواء في الورع أو في تقوى الله والخوف من الله أو في الصدع بالحق. له مواقف كثيرة، له جهود دعوية غير عادية، له جهود تطبيقية للدعوة القولية غير عادية. يمكن الجمعية الشرعية في عصره يعني كان فيها طفرة في العمل الخيري والعمل الدعوي، ومعاهد إعداد الدعاء ومعاهد القراءات والأعمال الخيرية بالمجان وكفالة الطفل اليتيم مع زملائه في الجمعية، سواء الدكتور رضا الطيب رحمة الله عليه أو الحاج عبد المصطفى أو غيرهم من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الشرعية الرئيسية. لكن تعالى وتعالوا نشوف مع بعض أحد هؤلاء الأفذاذ أثر إزاي في تلاميذه، وأثر إزاي في حياته، وكان لي أثر عند الآخرين، بل امتد الأثر إلى خارج مصر حينما حصلت الجمعية الشرعية على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام في عصر فضيلة الإمام الراحل الدكتور محمد المختار محمد المهدي. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الخاص أحد تلامذة فضيلة الإمام، وإن كان هو الآخر علما بارزا في علمه وفي موقعه، فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، أستاذ اللغويات ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة. شرفتنا أستاذنا الدكتور، ويعني احنا شاكرين لحضرتك تلبيتك للدعوة، وعاوزين كده نشوف الجوانب العملية في حياة فضيلة الإمام بصفة حضرتك كنت من تلاميذه، ويعني يمكن أكتر واحد قضى معاه وقت في الكلية لأنه هو كان أستاذ في كلية الدراسات الإسلامية والعربية. فعاوزين نشوف يعني المنظور الدعوي في فقه الإمام محمد المختار المهدي. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. في البداية يعني أود أن أقول كلمة أبدأ بها حديثي. أستاذنا رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، له
من اسمه حظ كبير، فهو محمد حقا ومختار حقا ومهدي حقا. محمد حمده كل من عرفه لعلمه ولورعه ولتقواه ولتواضعه ولحضور ذهنه ولتحقيقه وتدقيقه في المسائل العلمية، أيا كان نوعها، لغوية كانت أو فقهية. وهو مختار حقا لما كانت عليه أو على عاتقه من مسؤوليات علمية كانت أو دعوية، ومهدي حقا لأننا كنا نتلمس فيه محاولة تطبيقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وصفاته وتقريراته وكل شيء. أما عن معرفتي بأستاذي فهذا يعني تاريخ طويل يصل إلى 30 عاما تقريبا ما شاء الله، منذ أن كنت في السنة الثانية في الكلية، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، وشرفت بأن كنت تلميذا وطويلب علم بين يدي في السنة الثانية. وفي الحقيقة سمعت النحو من أساتذة كرام سابقين علي، نعم، ولكن حينما سمعته من أستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المختار المهدي سمعت نحوا جديدا أو أداء جديدا للغة. عرفت أن الرجل يريد أن يصل بالطلاب إلى حقيقة يجهلها كثير من طلاب العلم وبخاصة طلاب النحو. هذه الحقيقة أن النحو أو اللغة بشكل عام نحوا وصرفا وبلاغة ما كانت إلا لخدمة القرآن الكريم. يا سلام. فكان يأخذنا إلى هذا الطريق من أوسع الأبواب، لا يقف تعليمه لنا عند مجرد الإعراب والبناء للكلمات أو عند مجرد القواعد النحوية وإعراب الكلمات بالعلامات الأصلية أو بالعلامات الفرعية أو بكذا أو الطرق التقليدية يعني. هذه كلها معلومات أو قواعد يعرفها القاصي والداني، نعم، لكن كان يريد منا أن نتمثل لماذا النحو ولماذا اللغة العربية، نعم، وما وراءها من أسرار، ولماذا كانت هي لغة القرآن، ولماذا ولماذا ولماذا. كان يأخذنا إلى هذه إن صح التعبير الأسرار والموارائيات لقواعد اللغة العربية، نعم. فكان يقف بنا عند كل شاهد نحوي قرآني، نعم، وكان يقف بنا عند كل شاهد نحوي نبوي أو حتى عند كل شاهد نحوي شعري. كان يبتعد تماما عن الأمثلة الدارجة زيد وعمر، نعم، ولذلك كان يعني كان مما يقوله لي بعدما تخرجت وعرفني وعرفته وجها لوجه: يا عوض اوعى تدفن دماغك بين زيد وعمر. يا سلام. اعرف يعني ايه لغة، اعرف يعني ايه نحو، لماذا ولماذا ولماذا. وهذا ما نلمسه حقيقة من كل بحوثه او جلها ان صح التعبير التي كتبها في هذا المجال، كلها خادمة للقرآن الكريم. نعم، يسوق دائما الأمثلة من القرآن الكريم. من القرآن الكريم، ليس مجرد الأمثلة وإنما ما وراء هذه الأمثلة من معان وأسرار وكذا وكذا، إلى يعني يضع الطالب العلم عند هذه الأسرار ويضع هذه الأسرار أمام حتى مجرد طالب علم صغير يعني ليس متخصصا. بدأ أستاذنا هذه الرحلة مع رسالتي للدكتوراه، هذا السفر العظيم. كان مشرفا لفضيلتك؟ لا، رسالتي هو. رسالتي هو. نعم. حيث كانت بعنوان المصادر واستعمالاتها في القرآن الكريم. المصادر واستعمالاتها في القرآن الكريم. نعم. أتى فيها بما لم يأتي به الأوائل،
حقيقة. ثم توالت البحوث دي في رسالاته العالمية كانت تقريبا كانت سنة 76 سنة 76 نعم. حينما قرأت هذه الرسالة وأنا طالب بحث في الماجستير والدكتوراه ورأيت شيخي كيف يناطح أفذاذ اللغة العربية وأساطينها وعلى رأسهم إمام النحاة سيبوي والمبرد وغيره وكيف كان له كلمة أمام سيبوي وكيف كان له رأي أمام المبرد أو أمام الزجاج أو أمام فلان أو علان ما هذا. ثم بعد ذلك توالت بحوثه وكان من أعظم البحوث وأجلها في نظري أنا وأنا طويل بعلم أمام أساتذتي بحث بعنوان أثر الدرس اللغوي في فهم النص الشرعي. يا سلام. كان بحثا يسيرا جدا لم يتجاوز 50 صفحة تقريبا ولكن أنصح به كل طالب علم لغوي بل وأنصح به كل طالب علم شرعي يتصدر لفتوى أو يتصدر لكذا أو يتصدر لكذا. اسمه ايه تاني يا أستاذنا الدكتور؟ أثر الدرس اللغوي نعم. في فهم النص الشرعي سواء النص الشرعي ده قرآن أو سنة قرآن أو سنة نعم. ليه يا أستاذ محمد والكلام لإخواني المشاهدين؟ لأن كثيرا من طلاب العلم وبخاصة الذين يتصدرون أمر الفتوى أو ما إلى ذلك نعم. يجهلون أمورا مهمة جدا في هذا المجال في علم اللغة عموما من خلال هذا الفهم الخاطئ الذي يقعون فيه يتصدرون فتاوى بغير علم فيقعون في خطأ ويوقعون غيرهم أيضا في أخطاء. ولذلك كان يعني فقط أنا أسرد بعض الكلمات من خاتمة هذا الكتاب نعم. لأنها في منتهى الخطورة ولذلك أنا أقول يجب على كل داعية أو متصدر لأمر الدعوة ومتصدر لأمر الفتوى أن يقرأ هذا البحث. وإن شاء الله تبارك وتعالى أرجو من إخواني وأحبابي أبناء أستاذنا أن يطلع نحاول نطبعه وأن يكون متداولا إن شاء الله بين طلاب العلم. يقول وهذا وللتعمق في اللغة أثره في فهم كل جملة في كتاب الله تعالى نعم. أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ثم يقول هذا ما أريد أن أنبه عليه نعم. ومن حرف بعض شبابنا عن الإسلام الصحيح إلا بجهلهم بمعطيات اللغة العربية نعم. سواء في النصوص الخاصة بالعقيدة أم بالشريعة أم حتى بالقصص القرآني وإذا استرسلنا في ذلك فسنجد أنفسنا أمام كتاب الله تبارك وتعالى عاجزين عن الوفاء بحقه. ثم يذكر موقفا خطيرا نعم. لبعض الشباب سأل أستاذنا عن قضية في صلب العقيدة لأنه فهم هذا السائل فهم نصا قرآنيا فهما خاطئا فصوبه له الشيخ نعم. من خلال ماذا؟ من خلال فهم دراسة اللغة نعم. وهذا ما نؤكد عليه نعم. أن هذا الأمر لا يتصدره أمر الإفتاء أو أمر التدريس أو أمر تنصيب الإنسان نفسه لتعليم غيره في هذا المجال لأن هذا أمر خطير طبعا أمر خطير نعم. جدا. يقول أستاذنا وإن أنسى فلا أنسى ذلك الشاب المتحمس حين قال لي أنتم تقولون أنا خد بالنا كويس جدا من هذا نعم. إن الأنبياء معصومون من الشرك نعم. قبل النبوة وأنا آتيك بآية في كتاب الله هذه الآية صريحة في نسبة الشرك لنبي ورسول مشهور كلام خطير جدا طبعا فما هو هذا الشاب المتحمس كما قال أستاذنا. قلت له هات الآية يا بني. قال يقول الله جل وعلا عن سيدنا شعيب في قصة سيدنا شعيب نعم. نعم. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها نعم. يعني كان سيدنا شعيب في ملتي في ملة هذا نعم. في ملة الكفار يعني فهو هنا يعترف أنه كان في ملتهم قبل الرسالة نعم. وبأنه لن يعود إليها نعم.
هذا المتحمس وهذا الشاب المتحمس الفهم اللغوي في النص هنا إيه بقى؟ لجهله بقواعد اللغة قال هذا الكلام. فقال له شيخنا ما أجهلك بلغة قومك يا بني. نعم. وهذه كانت المثال بقى الشاهد في المثال. إذا كان فهمك هذا صحيحا فكل الرسل كل الرسل وليس شعيبا وحده كانوا مشركين، لأن الله جل وعلا يقول في سورة إبراهيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا في ملتنا. نعم. كل الرسل بقى فكل الرسل هددوا بالإخراج من أرضهم أو الدخول في ملتهم. فهل كان إبراهيم مثلا مشركا قبل الرسالة؟ ثم صحح الشيخ لهذا التصحيح في الشاب وغيره بأن الفعل عادة إذا تعدى بفي يختلف معناه عما إذا تعدى بإلى. نعم. وهنا يقول شيخنا إذا تعدى حر إذا تعدى الفعل عادة بإلى كان بمعنى عاد ورجع، أما إذا تعدى بفي فإنه بمعنى دخل. وإذا فمعنى قول الله تبارك وتعالى أو لتعودن في ملتنا وقوله جل وعلا في شعيب إن عدتم في قصة شعيب إن عدتم في ملتنا معناها تدخلن في ملتنا أو تدخلون في ملتنا وليس تعودون. هذا مثال يسير جدا والأمثلة على ذلك كثيرة. طيب جزاك الله خير أستاذنا الدكتور. ده بالنسبة لجهود فضيلة الإمام في اللغة العربية. نعم. وفي تخصصي طب جهود فضيلة الإمام في الدعوة، يعني انت حضرتك يعني كنت معاه في الكلية. نعم. وكنت شايف. نعم. انشغاله دايما وحمله لأمانة الدعوة وهمه في الدعوة، يعني تقدر تبرز لنا بعض الأمور كده؟ نعم. أهم ملامح الشخصية الدعوية عند أستاذنا رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة تتركز في ثلاثة محاور. نعم. رأيتها وعاينتها والله شهيد على ما أقول في ذلك. المحور الأول الوسطية. نعم. وهذا محور مهم قام عليه الأزهر الشريف. نعم. ومن قبل الأزهر الشريف السيرة النبوية المطهرة في طولها وعرضها. تمام. وهذا الوسطية. ما تعلمنا الوسطية. هذا ما تعلمناه في قرآننا. نعم. وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سار عليه العلماء العاملون المخلصون إلى أن تحمل هذه المسألة بحذافيرها الأزهر الشريف. وأحد أعلامه أستاذنا رحمه الله تبارك وتعالى الله. كان دائما ما ينبهنا إلى هذا الأمر، وكان دائما ما يقول لنا إن الوسطية معناها القوة. نعم. الضعف كل الضعف في اليمين التشدد أو في اليمين جدا تخف. أو في اليسار جدا. نعم. وهذا معنى قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف. نعم. حرف في اليمين أو حرف في الشمال. القوة في الوسطية. في الوسطية. تاني حاجة. أمر الثاني الانتماء إلى الوطن. نعم. والانتماء إلى الوطن هذا ما لاحظناه في كل كتاباتي. نعم. دائما ولعلنا نلحظ يعني أن أتيت لك ببعض العناوين في مقالاته في الأهرام وغيرها وفي مجلة التبيان في مجلة الأزهر كان وفي مجلة الأزهر. نعم. عنوان تماسك المصريين كفيل بإفشال مخطط العنف والتخريب. تمام. تماسك المصريين. نعم. كان دائما ما يدعو إلى وحدة الصف وحدة الوطن ووحدة الصف وعدم الخلاف والنزاع والشقاق. وكان هناك له مقال في جمال راق جدا ولغة عالية جدا، أهل مصر في الأرض نصراء الحق. أهل مصر في الأرض. نعم. نصراء الحق. وعناوين كثيرة جدا جدا. الحاجة الثالثة. الحاجة الثالثة انتماءه إلى أزهريته. كان لا يتخلى عنها في حله وترحاله. نعم. وكان يفخر بها ودافع عنها كثيرا. نعم. في كتاباته ومقالاته ودعوته. ومن هذه المقالات الأزهر منارة مصر حينما قامت هذه القومة الشديدة جدا على الأزهر والهجوم على الأزهر. نعم. العلماء والمخلصين كتب مقالا بعنوان الأزهر منارة الله في مصر فلا تطفئوها، وكان هذا في طب آخر موقف من مواقف الإمام مع حضرتك إيه قبل رحيله عشان إحنا يعني نكاد نكون هنختم. مواقف كثيرة جدا. آخر موقف آخر موقف كان قبيل وفاته بيومين أو بثلاثة بيومين تقريبا. نعم. حينما كلمته في التليفون وهذا يعني في مجال عفته. نعم.
وطهارة يده. نعم. ورحمة الله تبارك وتعالى عليه، فطلب منا أن ألا يكون اسمه مدرجا. يا سلام. ألا يكون اسمه مدرجا في مكافأة الامتحانات. عشان هو مريض وما راحش. عشان هو مريض ولم يباشر أعمال الامتحانات. شدد في طلبي هذا مني، وشدد في طلبي هذا من فضيلة العميد، وهاتفني في التليفون ابنه. وهاتفني كذلك هو رحمه الله تبارك. الله يرحمه ويحسن. إيه، حتى احنا سمعنا الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، كان في زيارة لي قبل ساعات من وفاتي، وكان يعني يحمل رسالة تفيد انه هو حامل هم الدعوة، وان هو يعني بيطمن على المعاهد، وعلى يعني حتى كان في مرضه رحمة الله عليه وفي مرض موته حاملا لهم الدعوة. طب اخواننا المشاهدين، فاصل ونعود اليكم ونكمل حوارنا عن فضيلة الامام محمد المختار المهدي. فاصل وسنعود اليكم، انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله. لقاء خاص عن فضيلة الإمام الراحل الأستاذ الدكتور محمد المختار محمد المهدي، الرئيس العام للجمعيات الشرعية وعضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر. فضيلة الإمام ولد في 13/4 سنة 39 بقرية تصفى مركز كفر شكر محافظة القليوبية، والتحق بالمعهد الأزهري في زقازيق عام سنة 51، حصل منه على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 55 والثانوية الأزهرية عام 60، ثم التحق بكلية اللغة العربية بالقاهرة سنة 60، حصل منها على العالمية عام 71 عام 76 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. تدرج في وظائف كثيرة، يمكن عندنا السي في بتاعه 3 صفحات، بناخد يعني أهم الأشياء. عضو في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، كان مصحح لغوي في محكمة النقد المصرية، بيراجع أحكام الصادرة من محكمة النقد، وكذلك في جرائد كثيرة، وعمل أستاذا ومشاركا بجامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. يمكن عشان نتكلم على جهود فضيلة الإمام في الجانب الدعوي في حياته وفي مؤلفاته، هنلاقي ليه مؤلفات كثيرة جدا، شرح منها كتاب الإمام السبكي فقه العبادات، تكلم عن حقوق الإنسان في الإسلام، تكلم عن الأسرة في ميزان الإسلام، الحج مناسك ومنافع، حقائق قرآنية، ردود على شبهات في مواكبة الأحداث، دروس وعبر في سيرة خير البشر، إجابات شافية على أسئلة حائرة، منهج الجمعية الشرعية بين التأصيل الشرعي والتطبيق العملي، الرؤية الإسلامية في مواجهة مرض الإيدز، وده كان في مؤتمر دولي تم تقديمه، القصة والأمثال في القرآن الكريم، تيسير معاني القرآن الكريم. نسأل الله العظيم أن تكون هذه الأعمال جميعها في ميزان حسناته. لو قعدنا نتكلم، عاوزين حلقات وحلقات. الراجل كان ليه جهود في الدعوة وليه جهود في الجمعية الشرعية وفي الإغاثة وفي يعني كلام صعب جدا نحصره. لكن تعالى أخي المشاهد وأختي المشاهدة، تعالوا نروح نشوف الجانب الأسري التربوي عند فضيلة الإمام. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا أحد أبناء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المختار المهدي رحمة الله عليه، وهو الدكتور عماد محمد المختار المهدي، إمام وخطيب في وزارة الأوقاف، وحاصل على الماجستير في الشريعة الإسلامية باللغة الألمانية، والدكتوراه برضو مسجلها
في الشريعة باللغة الألمانية، ونشوف الجانب كده التربوي لفضيلة الإمام. أكيد أنتوا كنتوا قريبين بقى يعني في البيت قاعدين معاه، ليه نصائح معينة ليكم، مربيكوا على قواعد معينة، يعني عاوزين نسمع منك كده كنت إزاي عايش مع فضيلة الإمام، إزاي بتسمع توجيهاته وبتطبقها أنت وإخواتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، جزاكم الله خيرا. الوالد ما علمنا هو ما أبدأ به أننا لا نذكر ما نذكره إلا ليستفيد المشاهدون، نعم، وليتعظوا وليقتدوا بما فعله، نعم، وليس من باب التفاخر، التحدث بنعمة الله، نعم، من باب التحدث بنعمة، وهذا هو ما كان يفعله الوالد معنا دائما. كان يربينا بالقدوة، نعم، كان يفعل الأمر أمامنا ويحدثنا عن فضائله لنقتدي به. يا سلام. فكان مثلا مجالات كثيرة، فلو حصرناها أو يعني صنفناها في مجال العبادة ثم مجال المعاملة، نجد أن الوالد كان يولي اهتماما كبيرا لصلاة الفجر، نعم، وكان يحرص كثيرا على إيقاظنا لصلاة الفجر. يا سلام. وكان كثيرا ما يقوم الليل ويصوم تطوعا ويحرص على هذه الأمور، ويخبرنا دائما أن هذا سر من أسرار التوفيق في الآخرة والدنيا دائما. نعم. قدوة. نعم، القدوة في حياتي. العبادات التي كان يختص بها ربه سبحانه وتعالى في أمور كان لا يخبرنا عنها أنه يفعلها، لكن كان يحدثنا عن فضلها، كان يخفي أشياء عنا ولا يتحدث بها، لكن يتحدث من باب الورع. نعم. نعم. أما في باب المعاملة وهو جانب كبير يغفل عنه كثير من الناس، أن الوالد كان في مثلا في معاملة الجيران مسلمين أو مسيحيين، كان يحثنا دائما على حسن معاملة الجار. يا سلام. والإحسان إلى الجار مهما كان دينه ومهما كان قربه أو بعده، الإحسان إلى الجار هذه قيمة تعلمناها من الوالد، وهي مبادئ الإسلام، لكنها للأسف غابت عن بعض الناس. إحسان إلى جميع الجيران، الاهتمام بالجيران، الاهتمام بالشارع الذي تسكن فيه، بنظافة هذا الشارع الذي تسكن فيه كمان. نعم، كان هو ينزل بنفسه معنا لننظف الشارع أو في أمور تخص الحي ويشارك. طيب جمعية شرعك هتواخد الإمام منكم؟ نعم. يعني عاوزين نعرف كده فضيلة الإمام لما كان كل شهر رايح الجمعية وافتتاح مستشفى مجاني هنا، يعني نعم، مستشفيات مجانية، أطفال مبتسرين، حضانات، غسيل كولا، معاهد إعداد الدعاء، يعني جهوده في الجمعية الشرعية كانت واخدة منكم. يعني أنا يعني إحنا كنا ساعات نقعد نسهر في الجمعية لغاية في اجتماعات لغاية بالليل، نعم، وكل شوية فضيلة الإمام تعالى هنفتتح مستشفى عرابي، تعالى هنفتتح مركز مناظير، تعالى هنفتتح غسيل الكولا، تعالى نسافر مع بعض عشان في مركز في سوهاج بتاع الجمعية الشرعية للأطفال المبتسرين. كنا يعني واخدينه دايما منكم. كانت الحاجة الوالدة كده يعني ما بتزعلش أو أنتم ما بتزعلوش، اللي هو جهوده في الجمعية الشرعية والدعوة والخروج ده كبير في معاهد إعداد الدعاء وتدريسه هنا وتدريسه هنا وخطب الجمعة، كان الموقف إيه عنده؟ كنتوا سعداء بكده ولا كنتوا مفتقدينه؟ ويعني يعني عاوزين نفهم من الحتة دي. نعم، كنا نفتقد الوالد في مناسبات كثيرة وفي أوقات كثيرة، لكن كنا نحتسب هذا عند الله عز وجل. نعم. ونحن نعلم أنه لا ينفق وقته هذا من أجل مال ولا من أجل شيء دنيوي. يعني كنتوا بتفرحوا لما بتشوفوا مثلا بيفتتح مستشفى أطفال طبعا مبتسرين طبعا، ألف حضانة مجانا طبعا، بتعمل بالمجان طبعا. نعم، حاجة بتسعدكم اللي طبعا انتم مش هو مش معاكم دلوقتي، لكن هو بيفتتح مستشفى هنا. نعم. بيفتتح حضانة هنا وبتشوفوا الناس اللي بتتعالج بالمجان وبتشوفوا الحاجات دي، كنتوا بتشوفوها؟ طبعا، يعني احنا كنا نشارك فيها أو نشارك حتى في لما يعني يكون أحد أصدقائي له أحد أقاربه من الفقراء عاوز يروح يعمل أشعة، نتوسط نحن ونعرفه بهذه المشاريع أيضا. فكان الوالد يشاركنا ما يفعل ولا لم يكن منعزلا عنا. نعم. كان الله عز وجل يبارك في وقته القليل الذي يقضيه معنا. يا سلام. فينجز في هذه الأوقات القليلة وفي إقامته معنا ما لا ينجزه الذين يقيمون مع أولادهم 24 ساعة. والله يا دكتور عماد هو كان حتى يقول لنا يعني إحنا كنا في الجمعية كلنا محتسبين بنشتغل
يعني لما تيجي تمسك الإدارة القانونية أنا فيها، المحامين اللي معايا، الموظفين اللي في الجمعية، سواء في إدارة الدعوة أو في الإغاثة أو في العمل الطبي، كان فضيلة الإمام تملي يقول لنا كل طفل في حضانة أنتوا هتاخدوا الثواب بتاعه، ما تنظروش للأجر اللي أنتوا بتاخدوه الدنياوي القليل ده. يمكن كان يثبت عاملين كتير، لما مستشفى أورام وحروق فندق 5 نجوم ومجانا، مستشفى ضخمه الامراض والحروق فيها 6 غرف عنايه مركزه، يقول لك انت كل واحد يخش في المستشفى دي انت بتاخد اجره. الرنين المغناطيسي، تخيل يا دكتور عماد، واحد ممكن يروح عامل بسيط يكشف على ظهره، الدكتور يكتب له ام ار، يقول يا رب العلاج ما يزيد عن 20 جنيه ايه ام ار دي؟ يقول له دي اشعه، يروح مركز اشعه يقول له دي ب 1000 جنيه وب 2000 جنيه يروح مروح وحاططها في جيبه مروح، وده ممكن يصاب بعد كده بشلل لما يجي مركز الجمعية الشرعية المصطفى يعمل الام ار دي ببلاش. فيعني كان تملي الامام يحث فينا العمل لله. هتاخد الاجر وهتاخد الثواب. اعتقد كان بيقول لكم برضو اللي انا وقتي اللي انا بقتطعه منكم دون عشان المشاريع العملاقة الكبيرة. تعرف غسيل الكلى دلوقتي يا دكتور عماد؟ يعني المريض اللي بيغسل الكلى بياخد وجبة سكرية اثناء الغسيل، وهو بعد ما بيخلص بياخد وجبه ساخنه فراخ او سمك او لحمه، وهو مروح بياخد 20 جنيه. يعني ده الحاجه المجانيه، كل ده تم في عصر فضيله الامام، الغسيل المجاني للكلى، المستشفيات، الحضانات، الاشعه، جهاز المناظير، الجهاز الهضمي، مركز العيون، مركز التشخيصيه للعيون. يعني اكيد كل ده في ميزان حسناتكم برضو. يعني نسأل الله عز وجل أن يكون هذا في ميزان حسناتي، وأن نكون يعني ساهمنا في هذا، في حمل عنه بعض المسؤوليات، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا جزء، نكون جزء ممن أنجزوا هذا. لكن أنا أريد أن أتحدث أكثر عن أن الوالد يعني كان حريصا على أن ينقل لنا القرآن واقعا عمليا في حياتنا، وخدمة النحو حتى أبنائه غير المتخصصين نالهم كثير من هذا النحو. زي البشمهندس مثلا عبد الله مثلا. نعم، كلنا بدون استثناء مثلا كلنا شعرنا بحلاوة النحو الذي يفيد في فهم القرآن الكريم. نعم، أن هذه كانت رسالة الوالد، وفي حياته كل ما يدور حول القرآن. وأكرمني الله عز وجل أنا يعني كنت في هذا المجال الدعوي. كلكم حافظين القرآن الكريم؟ نعم، 3 منا حافظين القرآن. والباقيين حافظين جزء كبير منه. نعم، لكن كان دائما ما يقف عند آيات، كان أنا لا أذكر دائما هذه الآية التي كان يقف عندها ويقول، كل الناس تستشهد وتقتطع الآيات ويقولون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ويقصدون بالعلم العلم الدنيوي أو العلم الذي لا يوصل إلى الله عز وجل. لكن القرآن الكريم يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ما قالش الذين يعملون، مع أن المقام مقام عمل. نعم، لأن هو دائما كان يستشهد أيضا في نفس هذا الموضوع بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول العلماء جمع عليم وليس جمع عالم. يا سلام، والعليم هذا الذي وصل بعلمه إلى القمة التي توصله إلى خشية الله. يا سلام يا سلام. فكان العلم الذي يعلمنا إياه ويحثنا عليه هو العلم ليس الذي تحصل به على منصب، وليس علما لتجاري به السفهاء وتجادل به العلماء وتصرف به وجوه الناس إليك، إنما هو علم يدعوك إلى العمل، يدعوك إلى العمل والتطبيق. وكان يعطينا نموذج من حياته هو في تطبيق العلم وتطبيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. شفت، العلم وعمل. نعم، هو دايما كان في الجمعية في الاجتماعات كمان يقول لنا إيه، أنتوا عارفين اسم الجمعية دي إيه؟ نعم، نقول له الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية. يقول ما فيش مجال للكلام، ما فيش مجال للجدال، تعاون العاملين، يعني كلنا في منهمكين في العمل. كان دايما يحث فينا هذه الأخلاق وهذه الصفات، ما فيش يا جماعة بطلوا جدال، ما فيش كلام، في عمل، تعاون العاملين. كان دايما في اجتماعاتنا يعني يحث على العمل وبذل الجهد، وبعد كده كل ده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فالعمل لما بيكون
خالص بوجه الله الكريم بيكون في توفيق. عشان كده شفنا الامور دي. طب ايه موقف كده كان من مواقف مع الوالد يعني كان اثر فيك في حياتك؟ يعني انا الموقف مواقف من كثرتها هي يعني كثيره يعني. كثيره جدا ويعني استطيع يذكرها اجمالا، لكن انا اذكر بره بوالدي. يا سلام. وبوالدته خاصه لما كبرت في السن ومرضت. يعني أنا لم أشهد، كنت صغيرا، لكن سمعت قصصا عن بره بوالدته ودعائها له. يا سلام. وكان دائما ما يقول: سر ما أنا فيه دعاء والدتي لي والقرآن الكريم. يا سلام. فكان هذا من أفضل المواقف التي كان يحملها وتريد أن تحج فيجعلها تحج، ومواقف يعني يحملها على ظهره وكانت مريضة وعاجزة وكذا، وكان لا يألو جهدا في إسعادها وفي إرضائها مهما كلفه ذلك. رضي الله على من أرضى والديه وسخط الله على من أسخط والديه. يعني فعلا صدق رسول الله. الإمام كان محبب لقلوبنا جميعا. والله يعني فقده كان مصيبة، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب دكتور عماد، التقدم بتاعك سواء حصولك على الماجستير أو تسجيلك للدكتوراه، هل كان دائما الإمام يحفزك لذلك يعني؟ نعم، هذا له قصة عجيبة يعني وطويلة، لكن أحاول. وخصوصا أنت الماجستير بتاعك بالألماني يعني. نعم. يعني أنت يعني بتتكلم أمور شرعية باللغة الألمانية. نعم. واللغة الألمانية لها قواعد. نعم. يعني وفي أدب ألماني. نعم. فأنت مطالب يبقى في نوع من التوافق بين استنباط النص الشرعي وتكييفه للنص، نقل المعنى، نقل المعنى وفقا لقواعد الأدب الألماني. نعم. مثلا يعني الوالد رحمة الله عليه، على الرغم من تخصصه، وأنا كنت أزهريا، كنت أحب تخصصه كثيرا، لكن عندما قررت أن أدخل جامعة يعني ونظرت في الكليات المطروحة، وكان الله عز وجل قد أكرمني بحب اللغات الأجنبية، فلم يعترض بل وشجعني على هذا وقال: لا يستطيع نقل القرآن الكريم ولا الإسلام الصحيح. يا سلام. إلى لغة أخرى إلا من أجاد العربي. كان هو يتعاهدني في الثانوي. نعم. بمتون الكتب. نعم. يعني لا يقول لي ذاكر الكتاب الذي تأخذه في المعهد الأزهري فقط، لا، يجيب لك المتن، المتن والشروح عليه، والشروح يعني كنا ندرس شرح ابن عقيل مثلا في النحو والصرف، فكان يحضر لي من مكتبته كتبا شرحت شرح ابن عقيل شروحا مطولة. نعم. وأستخرج منها المعاني وفقه اللغة كما يقولون. لماذا يقول المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع وهذا منصوب؟ لماذا؟ فلسفة اللغة، هذا مهم جدا في من يحاولون أن ينقلوا الإسلام أو القرآن إلى لغة أخرى. أنت لن تنقل اللغة العربية ولا القرآن وتقول لهم الفاعل مرفوع، أنت تنقل المعنى. نعم. فلا بد أن تكون مدركا للمعنى وليس مدركا لقواعد النحو. يا سلام. فشجعني كثيرا على هذا المجال لخدمة الإسلام. طبعا يعني أنت لما خدمة الإسلام، أنت حضرتك لما بتخطب، أنت إمام وخطيب في الأوقاف ومعار الى، كنت في تقريبا في سويسرا، دولة سويسرا، وحاليا في المانيا. نعم. فبتخطب الجمعه برضه باللغتين، بتخطب الجمعه باللغه العربيه وباللغه الالمانيه والالمانيه. ولما كنت في سويسرا بتخطب الجمعه برضه باللغه العربيه واللغه الالمانيه. هي. نعم. سويسرا بتتكلم الماني برضه؟ نعم، سويسرا دوله تتحدث اللغات الثلاث. كل محافظه كما يقولون اسمه كانتون له لغه، فمحافظات تتنقل ما بين الألمانية. نعم. والفرنسية. نعم. والإيطالية. والإيطالية. نعم. فأنا ذهبت إلى إلى المحافظة التي تتحدث الألمانية، فيها مدينة زيورخ. تخطب الجمعة بالعربي وتخطب بالألماني. نعم، لأن هناك كثير من الأجانب. نعم. غير العرب الذين يعملون هناك ويجيدون الألمانية. هناك جيل ثاني ممن ولدوا من المسلمين في هذه البلد ولا يجيدون العربية. هناك دخلوا في الإسلام جددا لا يجيدون العربي، ويحتاجون وقتا طويلا حتى يفهموا العربية ويجيدونها ثم يسمعوا الخطبة. نعم. بالعربية. فأنت لا بد أن توصل تخاطبهم بلغتهم. نعم. هذا ما أكرمني الله عز وجل. وكان الوالد دائما لا يألو جهدا ولا قرشا في هذا المجال، في مجال البحث العلمي. حتى عندما سجلت الماجستير كان يشجعني ويراجع معي، حتى في خطبي كان يراجع معي دائما يوم الخميس ماذا ستخطب وفي أي موضوع، وحبذا لو استشهدت بهذا وبهذا، ويوجهني. وأنا كنت في
حتى تخرجت من الجامعة لم أعتلي منبرا في حياتي. نعم. وكان الوالد دائما ما يحاول أن يدفعني إلى هذا، وكنت أرى نفسي أصغر من هذا بكثير. نعم. وكنت لا أتجرأ على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد الله عز وجل ما هو ما كان يريد، فلم أجد وظيفة إلا في تدريس اللغة الألمانية لسنة واحدة، ثم أعلنت الأوقاف عن فتح باب لخريجي اللغات والترجمة، فقال قدم ولن تخسر شيئا. فتقدمت وقبلت. اللي كان هو في إمكانه اللي هو يقول لك قدم وهتتقبل، وهذه هي القيمة التي أريد أن أؤكد عليها، أن الوالد لم يشعرنا دائما، بل أصر دائما أن نتعامل كأشخاص عاديين، ليس أبوهم لا أستاذا في الجامعة ولا له منصب ولا كذا، حتى كان في الجامعة لا يعلم الناس أني فلان ابن فلان. يا سلام. والله يا دكتور عماد أنا آسف في النقطة دي، إحنا عندنا قضايا في الجمعية، قضايا، وهو كان مصحح في محكمة النقد المصرية. شوف لما حكم نقد، حكم كبير، مستشار في النقد دي حاجة كبيرة، وهو فضيلة الإمام كان يصحح الأخطاء بتاعت اللغوية بتاعت القضاء. وكان القضاء أكيد بيطلبوا منه، وهو عمره في حياته ما تكلم مع أحد ولا حتى قال لنا اللي احنا في ممكن قضية عاوزين أوصلكم على حاجة. دايما كان يعتمد على كل إنسان، يعتمد على جهده. فهو يعني انت الناس ما كانتش تعرف انت ابن الامام، كمان ابن الدكتور مختار. نعم. حتى الان يعني بعض الناس الذين يعزوني الان يقول لم نكن نعلم انك ابن هذا العالم الجليل وكذا. فهذا يعني، والوالد هذه يعني طريقة في التربية يحتاجها الكثير من المشاهدين. يعني قال انت اعتمد على نفسك لتنجح. ده دلوقتي السواق بتاع شخصيه مرموقه بيعتبر هو اللي بيتحكم يعني. نعم. في الامور ولا. نعم. كان دائما ما يجعلنا نعتمد على انفسنا في كل شيء، في وظيفتنا، في مذاكرتنا، في دراستنا، يوجهنا لكن لا يتدخل ولا يقول اذهب الى فلان وقل له انا ابن فلان ولا قل له كذا. فهذه من القيم الرائعه التي علمنا اياها وعودنا اليها. ورأى، هو قال ورأى بنفسه أن كثيرا من الآباء أفسدوا أبنائهم بسبب هذا الدلال المعنوي والدلال المادي بكثرة الأموال. نعم. فكان يشد علينا في موضوع الأموال بالذات لكي لا يفسدنا. رب رجال، نسأل الله عز وجل أن يكون هذا في ميزان حسناته. فضيلة الإمام، يعني من حوالي سنة 2010-2011 حصلت الجمعية الشرعية على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، وإحنا أنا كنت قاعد ساعتها معاه. وكان أعضاء مجلس الإدارة قاعدين، وكنا قاعدين ساعتها مقر الجمعية الشرعية كان في الدراسة اللي هو حاليا دلوقتي مقر دار الإفتاء، قاعدين في دار الإفتاء. فلما اتصل بالسكرتير بتاع الأمير خالد الفيصل أمير مكة وقال له للجمعية الشرعية حصلت على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، يعني حمد الله وأثنى عليه، ولكن كانت المفاجأة اللي ما كانتش هو يعرف حتى للجمعية يعني متقدمة لجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، وهم نزلوا شافوا المشروعات وشافوا الحاجات. فكان برضو فضيلة الإمام، إحنا عندنا في الجمعية الشرعية ممنوع ناخد أموال من الخارج. نعم. ده المنهج بتاع الجمعية كده. نعم. نعم. فكانت ضمن الجائزة حوالي تقريبا 1.5 مليون ريال. نعم. فشوف بقى من مشاعر الإمام يعني وحبه ووضوحه وفطرته، يعني قال طب ما نكلم الامير سمو الامير خالد الفيصل، لجلاله الملك عبد الله يزعل لو احنا قلنا له احنا ما بناخدش اموال، يفتكر اللي احنا يعني بنتكبر يعني عليه. فالمهم يعني فضيله الامام تكلم في المساله دي واعتذر في خطاب نقله العالم كله. ويمكن كان من شهرين كده الاستاذ الدكتور فضيله الشيخ صالح بن حميد إمام الحرم ورئيس السابق لمجلس الشورى السعودي كان في بيتكم في زيارة لفضيلة الإمام. يعني الإمام الناس كلها كانت بتحبه، والعالم فقده، وأبناؤه مش حضراتكم بس، والله دكتور عماد المصاب جلل، ولكن ما يهون المصيبة أن احنا بنحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، وما يهون المصيبة كذلك أن الكل مشارك في هذه المصيبة. طيب دكتور عماد، آخر حاجة وصية وصاك بها الإمام إيه، أو آخر كلام كلمته معاه إيه، آخر لقاء بينكم كان إيه؟ وآخر وصيتين كان يحرص عليهما القرآن وأن أكمل الدكتوراه. يا سلام.
وهذه كانت وصية دائمة، وبالذات القرآن، يعني كان دائما هو حفظني جزءا كبيرا من القرآن بنفسه، وكانت لي مواقف طويلة في تحفيظ القرآن في مكة المكرمة بالذات. كانت هناك مواقف طريفة كثيرا. أذكر مرة أني كنت أحفظ لوحا في سورة الشعراء، وكان يعطيني كل يوم صفحة أحفظها ثم أسمعها. كانت سورة الشعراء صعبة شوية بسبب المتشابهات فيها، فجئت عند تصحيح اللوح كما طريقة الأزهرية القديمة، أن تقرأ اللوح أولا وتجيده قراءة ثم تحفظه. فكنت أصحح اللوح وأقرأ قوله تعالى: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائطون. مش غالبون. فأنا ظننت أنه سيضربني، لكن من المواقف النادرة التي ضحك فيها كثيرا. قال: غائطون، ألا تعرف معنى هذه الكلمة؟ قلت: نعم، لكن لم ألحظ أنها لغائظون. الزاد انت تعطى. نعم. كنت طبعا لم أتجاوز 11 سنة. يا 11 سنة. نعم. فكانت مواقف كثيرة، وكان يشجعني كثيرا على حفظ القرآن، وأتممته بحمد الله عز وجل في سن 12. فكان القرآن دائما وصيته ليس مجرد أن تحفظ القرآن، هو كان يتطور معك. حفظت القرآن فافهم، فإذا فهمت فعمل، يا سلام. وإذا عملت فعلم، يا سلام. لا يتوقف. كثير من الذين يحفظون القرآن ويعلمون القرآن يتوقف عند محطة الحفظ، احفظ وانتهي. أين سلوكك؟ أين أخلاق القرآن في سلوكك؟ أنت تحفظ القرآن والقرآن يلعنك، إنما تكون ظالما أو فاحشا في القول. فهو يتطور معك بالسن وبالإدراك وبالعلم. تحفظ ثم تتعلم، يوقفك وأنت تقرأ أو تسمع، ما تعرف معنى هذه، لماذا قال هنا، لماذا هذه مرفوعة وكذا. ثم لما تكمل وتراجع ثم تتعلم ثم تعمل ثم تعلم غيرك، لأن يعني لا تنقطع علاقتك بالقرآن أبدا. نعم. لا تنقطع. نعم. سواء كنت متعلما أو محفظا في نهاية الأمر، أو معلما أو. نعم. متعلما. نعم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لفضيلة الإمام الراحل الأستاذ الدكتور محمد المختار محمد المهدي، ونسأل الله العظيم كذلك أن يجعل جميع أعمال تلاميذه وأبنائه في ميزان حسناته، ونسأل الله جميعا أن تكون جميع أعمال الجمعية الشرعية في ميزان حسناته، من كفالة الطفل اليتيم أو تنفيس الكربات أو عمل المستشفيات والعلاج المجاني، ونسأل الله العظيم أن يكون كذلك ترك علما مع، يعني ترك أولاد صالحين، أن يكون ترك علما ينتفع به، مؤلفات ضخمة ينتفع بها إلى يوم القيامة. نسأل الله العظيم أن يكون ذلك في ميزان حسناته. حقيقي الإنسان عاجز إن هو يتكلم، عاجز، المعلومات كتير والداتا كبيرة جدا وكتيرة والوقت قليل، ولكن يعني أهو جهد البسيط المقل، يعني اتماما اتماما واستحضارا للجميل وعرفانا بالجميل لفضيلة الإمام. نسأل الله العظيم أن يتغمده في رحمته، وأن يجعله في مستقر رحمته ومع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ha 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 ha